قبل سنة قدمنا لكم تطبيقات تعديل الفيديو، اليوم نعود بنفس الفكرة لكن مع تجديد التطبيقات، ونبدأ اليوم مع الجزء الأول من 5 تطبيقات تحرير فيديو مميزة. أهلاً في ابتكار. ونبدأ مع تطبيق كويك السهل الاستعمال، فيمكنك اختيار ما يصل إلى 75 صورة أو فيديو من الألبوم أو من صور جوجل أو فيسبوك لإدراجها في الفيديو المراد تحريره، مع توفر 22 نمط فيديو مميز مع ضبط الخطوط والرسومات الموجودة في أي نمط قمت باختياره. بعد ذلك تقوم بتخصيص الفيديو كيفما تريد، كإعادة ترتيب الصور والفيديوهات وتغيير اتجاه الفيديو الخاص بك وإضافة رموز تعبيرية والموسيقى التي تريدها من بين 80 موسيقى مجانية. وبعد الانتهاء من الفيديو يمكنك استخراجه إما بصيغة HD أو Full HD ثم مشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي. التطبيق مجاني مع إمكانية دفع 2 سنت للاستفادة من ميزات إضافية، وهو متوفر على الأندرويد والآيفون. ثانياً، أدوبي بريمير كليب، تطبيق يتمتع بشعبية كبيرة بسبب مميزاته التي تضيف الاحترافية للفيديو، فيمكنك مثلاً إضافة موسيقى من خلال هاتفك، الشيء الغير متواجد في التطبيق السابق. كما يمكنك إضافة فلاتر احترافية تجعل من الفيديو أكثر جمالية، إضافة إلى ميزة التكبير البطيء والسريع للصور الثابتة، ناهيك عن ميزة ضبط الإضاءة الخاصة بالفيديو، وأخيراً يوفر لك ميزة حفظ العمل للتعديل عليه أكثر في برنامج أدوبي بريمير برو نسخة الكمبيوتر. التطبيق مجاني بحجم صغير على أندرويد وآي أو إس. ثالثاً، ماجستو، تطبيق شهير جداً يحتوي على أكثر من 90 مليون مستخدم نشط، وقد أدرجته جوجل في قائمتها لأفضل تطبيقات الأندرويد لسنة 2015، بالإضافة إلى حصوله لأفضل تطبيق للسنة في CES. ما يميز التطبيق هي الأنماط الرائعة والتي يأتي من بينها نمط تجميع عدة فيديوهات في لقطة واحدة تماماً مثل الصور. ما أعجبنا في التطبيق أيضاً هو الذكاء الاصطناعي الذي يمتاز به، فهو يستطيع التركيز على الصور التي بها أشخاص مهمين، طبعاً هذا غير بساطته والخيارات المتعددة التي يوفرها لك، وكذلك التأثيرات التي تجعل فيديوهاتك وصورك احترافية. التطبيق مجاني مع وجود مشتريات في داخله، وهو متوفر على أندرويد وآي أو إس. رابعاً، فيديو شوب، وهو مميز لقص أي جزء من الفيديو بسهولة مع إضافة مؤثرات صوتية احترافية ومختلفة كأصوات الحيوانات والانفجارات والضحك إلى غير ذلك، وكذلك تقنيات العرض البطيء أو السريع وإضافة النصوص والفلاتر. وبعد انتهاء المونتاج يمكنك مشاركة الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي. التطبيق مجاني وهو مع الأسف متوفر فقط على الأندرويد. خامساً، فيديو راما، التطبيق يجمع كل الميزات التي ذكرناها سابقاً مع إضافة بعض المميزات الأخرى مثل إضافة تأثيرات جميلة على الصور والفيديوهات كتأثيرات الانفجار والأعاصير وغيرها، أيضاً للمؤثرات البصرية والصوتية الاحترافية. التطبيق مجاني مع وجود مشتريات بداخله، وهو متوفر فقط على الآيفون. انتهينا من الجزء الأول لتطبيقات تحرير فيديو مميزة، انتظرونا الأربعاء القادم مع استكمال الجزء. أنا ريم وفريق العمل خلف الكواليس نشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء.